ام الباب. اخي انا جاي ابغي لك تحاسبني، تقول لي معطل، وش اللي معطل؟ وش اللي خلاص؟ الجهاز عطلان اول يوم انا قاعد. انا اللي قدامي مشي، اللي قدامي مشي، وهذا خربان. انا ما اعرفه، في ازره ما اعرفها. انت ما تعرف شغلك، انت شغلك ما تعرف تشتغل، انت ما تعرف تقول ما اعرف اشتغل، قول ما اعرف. انت شخص بليد، بليد، حاطط لنا نظارات وما تشوف. يا البركود موجود علي بركود يا ما لك شغل. انت مسؤول، مسؤول في المكان، مسؤول المكان. انا طالب يا حبيبي، ما فيك والله. اذا سمحت لا اله الا الله محمد رسول الله. يا اخي من قبل تولد انك قايل لا اله الا الله. انا قايل لا اله الا الله من قبل تولد. ما لك شغل، ما لك شغل، ما لك شغل. حاجه ما تدخل فيها يا اخي. انت خلي شغلك، انت بسبب شغلك، انت انا فاهم شغلك. ايش في الموضوع؟ انت موظف هنا، موظف مسؤول، مسؤول عليه، مسؤول عليه، مسؤول عليه. انا لا انت مسؤول، انا مسؤول. اشوف بطاقتك، اشوف بطاقتك، وين بطاقتك؟ والله لميت الناس علي، لميت الناس علي. وين مسؤول يا اخي؟ ويا اخي هذا ايش المسؤول فيكم؟ خلنا نشوف القواعد، ما لهمكم، ما ابغي، ما ابغي. لا وسط هالجو هذا لمحت انا والله واحد انه ذيب امعط، واحد كذا لابس قميص ازرق، جاء يمكن لو انتبهتوا معه، جاء وراح مرتين كذا، قلبه ما ارتاح، قرر انه هو يساعد. اعتقد انه انا عيني معاه لاني شفته يعني متفاعل جدا، كأنه أحد من عيلته أو أحد قريب منه، يقول له يعني بلاش أو لا تروح أو كذا، لكنه أصر أنه يدخل ويدافع.